ينضم إلينا من عمان محلل أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسعار العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذا بداية نتحدث عن أداء اليورو وملامسته إلى مستويات الدولار، يعني أدنى مستوياته تقريبا منذ عقدين والعودة إلى الارتفاع. هل سيستفيد اليورو في هذه الحالة من الوصول إلى أدنى مستوياته المسجلة؟ نهاركم سعيد. بالفعل انخفاض ملموس في سعر صرف اليورو أمام الدولار الأمريكي لنشهد تداول اليورو عند نقطة التعادل، أي كل يورو تساوي دولار أمريكي واحد. وجاء الانخفاض بفعل مخاوف كبيرة جدا من أن يدخل اقتصاد منطقة اليورو بالركود الاقتصادي. بالتالي نجد بأن الفوائد شبه معدومة بالنسبة لانخفاض اليورو، إذ أن الانخفاض الكبير الذي حصل هو في الأصل إثر مخاوف اقتصادية من أن يدخل اقتصاد منطقة اليورو في ركود، لكن في نفس الوقت مع معدلات تضخم مرتفعة جدا، مما قد يمنع البنك المركزي الأوروبي من أن يرفع الفائدة بشكل يكفي لخفض معدلات التضخم. بينما في الولايات المتحدة فعلى الأرجح سيستمر الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة على نحو متسارع. اثنان من أعضاء البنك المركزي الأمريكي أو الفدرالي الاحتياطي الأمريكي أشاروا خلال هذا الأسبوع لاحتمالية رفع الفائدة هذا الشهر ب 75 نقطة أساس، وهذا ما يبقي الضغط الكبير على اليورو أمام الدولار الأمريكي، ومن المحتمل أيضا أن يستمر خلال الفترة المقبلة بالانخفاض. نعم، يعني سركيس هذه الارتدادة من أدنى المستويات وارتدادة فنية بحتة واضحة لا يستفيد اليورو من ذلك، لكن ماذا عن القرارات المرتقبة من المركز الأوروبي تحديدا فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة؟ والتوقعات تشير إلى تقريبا ربع النقطة أو 25 نقطة أساس. هل سيستفيد اليورو في ظل هذه القرارات المتوقعة؟ بالفعل هنالك توقعات كبيرة بأن يتوجه البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة ب 25 نقطة أساس، لكن 25 نقطة أساس يبدو رفع قليل جدا بالفائدة. هذا اليوم كنا مع رفع ب 50 نقطة أساس من الاحتياطي النيوزيلندي. الفدرالي الأمريكي قام برفع الفائدة على نحو متتالي وتوقعات رفع الفائدة 75 نقطة أساس. بنك أستراليا المركزي أو الاحتياطي الأسترالي أيضا رفع الفائدة بأكثر من ذلك. البنوك المركزية في الدول العظمى في العالم تتوجه لرفع بالفائدة أكبر مما يتوجه منه البنك المركزي الأوروبي. وأود أن أذكر أيضا بأننا اليوم بانتظار بيانات التضخم من الولايات المتحدة، والتي من المحتمل أن تظهر ارتفاع معدل التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين من 8.6 إلى 8.8 بل ربما 8.9%، وهذا قد يبقي الضغط على اليورو لصالح القوة في الدولار الأمريكي، لأن ارتفاع التضخم قد يمنح الفدرالي الأمريكي المزيد من الأسباب لرفع الفائدة على مدى هذه السنة كاملة. لذلك أي موجة صاعدة بالنسبة لليورو قد تكون قصيرة الأمد، لكن بالإجمالي قد يبقى الاتجاه الهابط قائم حتى لو رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة ب 25 نقطة أساس. نعم، إذا قراءة معدلات التضخم في الولايات المتحدة من المفترض أن تصدر هذا اليوم. إذا هل تتوقع أن تسرع وتيرة أو استعجال الفدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة؟ وماذا عن تراجع عوائد السندات لمختلف الأجال؟ كيف تؤثر على أداء مؤشر الدولار مقابل العملات الستة المقابلة؟ الآن بالنسبة لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة، بالفعل هي مؤثرة وبشدة في قرارات الاحتياط الفدرالي الأمريكي. توقعات ارتفاع معدل التضخم إلى 8.9% داعم وبشكل كبير لرفع الفائدة بالاحتياط الفدرالي هذا الشهر، لكن هنالك ملاحظة بأن هنالك مؤشر يسمى مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الأساسية من المحتمل أن يظهر قليلا من الانخفاض. بالتالي التوقعات المستقبلية للفدرالي الأمريكي مستمرة بالإشارة إلى احتمال رفع الفائدة، لكن على أن تكون نهاية هذه السنة أسعار الفائدة بين 3 إلى 3.5%، لكن إذا أظهرت بيانات مؤشر التضخم بالقيمة الأساسية ارتفاع على غير التوقعات، هنا قد نشهد تغيرات برفع فائدة أسرع مما هو متوقع في الأسواق المالية بالنسبة للفائدة، مما قد يبقي أيضا مزيدا من القوة للدولار. بالنسبة لعوائد السندات هنالك ملاحظة مهمة أود الإشارة إليها، وهي أن عوائد أمد استحقاق عامين ارتفعت هذا اليوم مرة أخرى فوق عوائد سندات استحقاق 10 سنوات، وهذا يدعى انعكاس منحنى العائد. ماذا يعني انعكاس منحنى العائد؟
هو إشارة ضمنية لاحتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي. عندما تتزايد المخاوف من الركود يتوجه المستثمرون لطلب النقد. وما هو الطلب على أي نقد في العالم؟ الدولار الأمريكي على وجه الخصوص لأنه عملة النقد الدولية، وهذا ما يمنع الدولار أيضا المزيد من القوة، ويتداول اليوم بالفعل عند أعلى مستوى منذ عام 2002 عند 108 نقاط. نعم، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، وكل عام وأنت بألف خير.